وطبخة ريحتها مش عارف ايه. كان ناقصها ايه يعني الخطة عشان تنجح؟ طشة ملوخية. الله، هو قال لك على الطبخ يا معلم غريب؟ الزرية دي انت مالك في ايه؟ واحنا عشان دخلناك في وسطينا هتعمل راسك براسنا ولا ايه؟ فوق على حمك لفواك. فوقنا يا معلم بقولة. انا بس ما حدش طلب منك قواله يا عم بقول. انت هتفش غلك في الواد الغلبان ده، ما تسيبه يروح لحاله ونشوف المصيبه اللي احنا فيها. روح ياض. قول يا يعني الملعوب ما ينفعش يا عم الملاعيب، وتقول لاختك هتغرف وهتديلك وفتح لي صدرك 4 متر في 4 متر. ايه تلازميك؟ هي دلوقتي بتستوي بس على نار هاديه. والله ما بيستوي غير انا. انا مش عارف الوصولات اللي انت مدتني عليها دي معاك بتعمل ايه. امال عايزها تبقى معاك انت عشان جناب الحكمدار يجي يفتشك ولا يفتش البيت بعد ما الست اختك تحكي له ويلاقيها ويكشف الملعوب؟ اه صحيح. طب ما نقطعها ونخلص منها عشان ما يلاقيهاش. وافرض اختك زنت عليه لغايه ما وافق يدفع وطلب يشوف الوصولات، ساعتها نقول له ايه؟ استنى نكتب غيرهم. طب وهنعمل ايه دلوقتي بعد ما خدت في وشها واتطفشت؟ اصبر، الصبر حلو. اكيد هتلف وتيجي تعمل اللي احنا عايزينه وتدفع كمان. طب مش كنا كبرنا المبلغ شويه؟ لا يا غشيم، كده الملعوب ينكشف عشان الناس اللي انت بتلعبهم اكيد ناس مش قد كده برضو، ولا يمكن يلعبوا على مبالغ اكتر من كده برضو. ده انت حاسبها مظبوط قوي. بالمزقوره وشرفك. طب ما دي فكره كويسه جدا، ليه لا؟ معقول يا سي عبد البديع؟ ليه مش معقول؟ ما ده نوع من الاستثمار واحسن من فكره بيع القصر اللي كنت بتفكري فيه. تعالي نحسبها دلوقتي. احنا لو اجرنا القصر بالجنينه على مدار السنه يعني في الشهر يجيب كام؟ هو الشهر 30 يوم واليوم ب 7000، يبقى في الشهر 210,000 جنيه. شوفي بقى في السنه. يعني انت تعملي الصدقه الجاريه اللي كان نفسك تعمليها للمرحوم وتحوشي كمان. والله احنا نوليهم كمان شقه الزمالك يا رب تعجبهم. يبقى كده هيبقى عندك دخل من حيث لا تدري. يعني انت فكرك كده يا سي عبد البديع؟ ولا القرار قرارك انت، فكري في الموضوع كويس. هو هيبقى فيه سيوله كبيره داخله، لكن برضه لازم تفكري. يلا على اذنك. ما تخليك تاكل لقمه معايا قبل ما تمشي. والله هي فكره برضه اكل لقمه معاك قبل ما امشي. انت عامله ايه النهارده؟ خبيز. والله ده انا سبتها تحت متنكده اخر ركض عشان خاطر البنت. الود ودي كنت بايت معاها. ايه يا واد؟ ما تاكل. وانتوا ايش عرفكم بموضوع الواد اللي بتحبه منا ده؟ لطيفه سمعتها وهي بتهزق صاحبه في التليفون لما حاول يتوسط ما بينهم. والظاهر كده ان الموضوع باظ، وده اللي مزعل منا. هننزل. راح فين؟ يا حمي صدقني امتى ترجع بدري عشان تتعشى معانا؟ هنزل اطمن على بنت خالتي. دلوقتي؟ يوه، وهو غريب. ما هو في مقام اخوها. اخوها؟ والله ما انت فاهمه حاجه. كلي كلي. ناوي الفرخه اللي قدامك دي. حاضر. اتفضل. كده هم هيبلعوا الطعم ويشتروا بالثمن اللي احنا عايزينه من الاول. فهمت. انت بتاخدي حقوقك منهم وبتاخديها بنفس الطريقه اللي اخدوا بيها حقوقك في ورشتك. الحمد لله انك اقتنعت اني برجع حقي، مش بظلم حد كده. انت اكيد هتساعدني وضميرك مرتاح. ايوه، بس في حاجه بقى غايبه عنك. انت هتستفيدي من وقفتي جنبك عشان ترجع حقوقك. انا بقى مش عارف اكسب ايه. انا كمان هقف جنبك واساعدك في البيزنس بتاعك وهدلك على اقصر طريق للوصول للحلم اللي انت بتحلم بيه. بس اهم حاجه عشان تبدا الرحله دي معايا ترمي قلبك تحت رجليك عشان ما يعطلكش. حلوه الجمله دي، ارمي قلبي تحت رجلي عشان ما يعطلنيش. مش عارف ليه حاسس ان هي جمله شرسه، جمله عصابات كده. بكره تاخد كلامي جد عن كده وتعرف اني ما بهزرش. قابل يا زميل. هو ده الشغل. مش قلت لك زمان اختك فطمته على كل حاجه؟ قول لي صورت الوصولات معاك؟ عيب يا جدع في جيبي من ساعتها. انت بتقول ايه؟ طب قوم الحقه بكلمتين اوامك. يا الف اهلا و100 سهلا يا ابو نسب.
نورت وشرفت. خطوة عزيزة جناب الحكمدار. انتوا قاعدين بتشيشوا مع بعض اهو سمنا على عسل. امال ايه حكاية وزارات الامانة والسجن والشويتين اللي عملتهم على اختك؟ الصحوبية حاجة والحقيقة حاجة تانية يا جناب الحكمدار. الحق يا حبيب الرحمن. هي كلمة واحدة ومش هقول غيرها. انهار مش هتدفع ولا مليم. ووصولات الامان اللي انت واخدها عليه ومطبخينها سوا دي بقى تبلوها وتشربوا ميتها. نصيحة أخيرة يا غريب، ابعد عن أختك أنهار، ولو أنت ابن الحلال عايز تعيش في النور بعيد عن أسوار السجن تنسى خالص إن ليك أخت من أصل. سيب الحب ظلم الحب من كل حال. ده عمل غير اخلاقي يا عبد البديع. بالعكس يا بنت شط، الغير اخلاقي فعلا ان انا احاول جوازي من الستات دي من حبر على وقله زي ما انا عامل لحياه زوجيه تقليديه كامله زي ما انت بتطالبني. انا كده بقى بستغلهم عشان ده مش هدفي. زائد ان انا لو حاولت اتجوز مش هتجوز من النوعيه دي. ايه النوعيه دي؟ يمكن مش استثناء البنت انهار، تركيبة جديدة أنا ما جربتهاش قبل كده ونغشة كده في حاجة. أنت بتقول نغشة يا راجل. أنا قلت حاجة؟ اسمع، أنا مش هسمح لك تتوهني وتبعدني عن الكلام اللي عايز أقوله لك. العب. لو أنت اللي عملت لف ودور عشان تكيف الأمور بشكل قانوني وأخلاقي يا عبد البديل. تاني يا بلبل، أخلاقي تاني؟ نبيل، أنا ما عنديش أي إحساس إن أنا ظلمت الستات دول. الستات دول طلعوا لي وانا ماشي في طريقي زي المطبات الصناعيه كده، كنت لازم اعدي واحده ورا الثانيه لغايه ما اوصل لبره الامان وارجع فلوسي. اي واحده فيهم لو اتحطت مكاني هتعذرني. طب سيبك من ده، في سؤال تاني محيرك. هتعمل ايه مع انهار واشجان الدوله لما تحط ايدك على ثروتها؟ فين يا ابن الولع؟ هو ده عايز ايه ده في ساعه زي دي؟ ده كلام يا منى، ابن خالتك ومعزته من معزة علي أخوكي بالظبط، واستأذني عشان أندهلك عشان عايزك في موضوع مهم. أخرج أقول له إيه؟ عايز إيه في ساعة زي دي؟ يلا ربنا يهديك، أنا هخرج أقول له دقيقة واحدة وجاية لك. ما تقومي يا منة تشوفي عايز إيه. طب ما تيجي معايا. أجي معاكي فين؟ أنتوا ولاد خالة مع بعض، وبعدين من إمتى يعني بتعملي لحد حسابه وبتبقي عايزة حد معاكي يقوي لك قلب؟ يقوي قلبي ده إيه؟ أنا قلت أخدك معايا بدل ما تفضلي قاعدة هنا لوحدك. طب اترزعي بقى على بال ما اشوفه عايز ايه واجيلك. ما تقعد يا حبيبي، اعمل لك كوبايه شاي ولا اجيب لك رز بلبن؟ يا خالتي يا حبيبتي انا مش ناوي اطول، وبعدين انا لازم اطلع انام عشان عندي شغل الصبح بدري. خلاص اجيب لك بطيخ يطري على قلبك. اهي منى جت اهي. هاي يا نديم، خير؟ كش مالك يا بلبل؟ احسن عشان تفهمني بقى وتجاوب على سؤالي اللي طنشته وبقالك اكتر من نص ساعه مش عايز تجاوب عليه. انا كنت بس مستني اللحظه المناسبه عشان اعرف ارد عليه. عظيم قوي، قول لي بقى هتعمل ايه معاهم؟ زي ما انا عامل معاك كده. اسمع لك يا بلبل، اذا كنت جاي تشمت فيا بعد ما خالتي رتيبه وصلت لك الاخبار تبقى غلطان. أنا كويسة وهفضل طول عمري كويسة يا رب دايما. بس اللي أنا عايز أفهمهولك إن أنا نازل أطمن عليكي لأنك مني. بالنسبة بقى لموضوع الشماتة والجو البلدي ده ما جاش في دماغي أصلا، لأن بالعقل كده محدش بيشمت في روحه. عامة اللي أنت عملتيه معايا دلوقتي بيأكد لي إنك كويسة وبخير. صباح الخير. استنى هنا، انا ايه اللي عملته معاك خلاك تعرفني كويس؟ هو طول ما انت بتشاكسيني وبتوحيني بابا مطمن عليكي. ايوه، وانت ايه اللي يهمك في انك تبقى مطمن عليا؟ يهمني لانك بنت خالتي واختي تصبح على خير. اما انا لقيت لك شويه قمر الدين كنت ناسياهم يا نديم يستاهل. ايه ده، هو راح فين؟ طلع فوق. هجيب لك انت وصاحبتك رغيفين حواوشي سخنين، انما ايه